نعم هولير، نحن نتحدث عن استمرار القصف الجوي والمدفعي المكثف على مختلف محافظات قطاع غزة، وإن كان تركز خلال الساعات الماضية على مدينة غزة التي تتعرض لعملية برية في عدة أحياء، خاصة الأحياء الشرقية والجنوبية ووسطها، حيث هذه المناطق تشهد منذ عدة أيام توغل بري لقوات الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من المنازل والمرافق الحيوية التي كانت باقية والتي لم يتم استهدافها في بداية الحرب، ولكن الجيش الإسرائيلي خلال هذه العملية قام بهدم كافة المرافق الحيوية والخدماتية التي ما زالت في مدينة غزة. بالإضافة هذه العملية تسببت كما ذكرنا إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى حالة النزوح الكبيرة، وخاصة صباح اليوم أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة للسكان الذين ما زالوا باقين في هذه المناطق، وأمرهم بالخروج إلى مدينة دير البلح والزوايد وسط قطاع غزة، وحدد لهم مسارات معينة ليتم الخروج منها، لكن هناك عدد كبير من السكان حتى هذه اللحظة يرفضون الخروج من مدينة غزة، حيث أن يعني بناء على التجارب السابقة هناك من يتم اعتقالهم عبر حاجز نتسريم أو شارع الرشيد، بالإضافة إلى أن المناطق الإنسانية التي يقول عنها الجيش الإسرائيلي بأنها آمنة هي ليست آمنة، وأن كافة محافظات قطاع غزة هي مستهدفة. هذا يأتي بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية في مدينة رفح والتي ما زالت متواصلة، وتشهد اشتباكات طارئة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة. أيضا هناك كان استهدافات لشرق مدينة خان يونس وخاصة المناطق الشرقية لها، ووقوع وصباح اليوم وصل إلى مستشفى ناصر الطبي 7 شهداء نتيجة هذه الاستهدافات التي ركز الجيش الإسرائيلي فيها على منطقة خزاعة. هذا يأتي إلى استمرار القصف المدفعي على شرق خان يونس والاستهداف لمدرسة للنازحين في منطقة عبسان الكبيرة، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن عدد الشهداء الذين ارتقوا نتيجة هذا الاستهداف لمركز اللواء وهو مركز تابع للأونروا إلى 25 شهيدا. أيضا كان هناك عدة غارات نفذتها الطائرات الحربية في محافظة وسط قطاع غزة وتحديدا مخيمي البريج والمغازي، وهذه الاستهدافات كانت من نصيب الأطفال، حيث ارتقى خلال هذا القصف المدفعي والجوي نحو 10 شهداء من الأطفال يتراوح أعمارهم بين 7 إلى 10، وتم تشييعهم صباح اليوم من مستشفى شهداء الأقصى هنا في دير البلح. هذا التصعيد المتواصل يفاقم من الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية هنا في قطاع غزة، والتي أصبحت يعني يصعب وصفها نتيجة تدهورها بشكل متسارع نتيجة استمرار هذه الحرب ونتيجة استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع، خاصة في ظل هذه الأجواء الحارة التي يعيشها السكان وخاصة النازحين والذين يعيشون داخل الخيام التي لا تقي برد الشتاء ولا حر الصيف. وهناك يعني صعوبة، وهناك خلال الأيام القليلة الماضية زادت معاناة المواطنين خاصة في ظل الحصول على المياه، حيث أن هناك عدد كبير من خطوط المياه التي تم إعادة صيانتها قد خرجت عن خدمة مجددا نتيجة الاستهدافات المتكررة لمحافظة وسط قطاع غزة، وأصبح هناك معاناة كبيرة في الحصول على المياه، الأمر الذي يهدد حياة الأطفال وكبار السن الذين باتت أوضاعهم صعبة للغاية ويعانون من الأمراض وانتشار الأوبئة التي انتشرت بشكل كبير في صفوف الفلسطينيين وخاصة النازحين. أما لو تحدثنا عن المنظومة الصحية فهي منهارة بشكل كامل نتيجة نفاذ الوقود المخصص لتشغيل المولدات الكهربائية التي تعمل بها المستشفيات، بالإضافة إلى النقص الحاد للأدوية والمستهلكات الطبية، وأن مستشفى شهداء الأقصى الحكومة الذي ما زال يعمل هو يعاني من هذا النقص الوقود والأدوية، والتي بات يتكدس بأعداد الجرحى والمرضى،
حيث أن هناك عدد كبير من الجرحى والمرضى ينومون داخل الممرات وفي ساحات المستشفى، نظرا لامتلاء المستشفى عن بكرة أبيه في كافة الأقسام، لأن المحافظة الوسطى خلال الأيام القليلة الماضية تعرضت لقصف مكثف من قبل المدفعية الإسرائيلية والطائرات الحربية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الجرحى بالإضافة إلى المرضى. كل هذه التطورات تأتي في ظل الحراك السياسي المكثف من أجل التوصل إلى تهدئة، وعيون الفلسطينيون اليوم هنا في قطاع غزة تتجه إلى الدوحة، والتي من المقرر أن تستضيف اجتماعا وصف بالهام يجمع بين وفد إسرائيلي وآخر أمريكي والوسطين المصري والقطري من أجل المضي قدما في هذه نعم المفاوضات. وبحسب وسائل الإعلام فإن جولة الدوحة التي ستنطلق اليوم هي جاءت بعد الاختراق الإيجابي في بعض من الملفات الشائكة والتي تم التغلب عليها في الاجتماعات التي عقدت في القاهرة على مدار اليومين الماضيين. إذا نحن نتحدث عن أن الاجتماع اليوم هو الاجتماع المفصلي، ومن شأنه أن يحدد طبيعة استمرار المفاوضات من عدمها، خاصة أنه إذا كان هناك اختراق في اجتماع اليوم ربما هذا سيمهد للوصول إلى اتفاق التهدئة الذي يأمل الفلسطينيون بأن يتم بأسرع وقت ممكن، نعم ينهي المأساة والمعاناة التي يعيشونها منذ أكثر من 10 شهور هولير. أشكرك جزيل الشكر زميلي عامر على جميع المعلومات التي رصدتها من دير البلح، مراسل اليوم عامر الفرة، شكرا لك.